تقتل حوالي 1000 واحد صغير. فمعنى العم كما صرح لنا فهو عم طفل المختفي، يعني مازال ما تاكدوش ان الطفل اللي لقاه هنا في الضايع فهو نفس الطفل المختفي. واخا عاودينا التفاصيل كيف وقعت في الوقت. السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. هذا واحد الدري سميتو عمران، في العمر ديالو 3 سنين ونص، خرج هو وامو الباح باش يتقداو شي حاجه ديال الخضره هنايا في السوق. جاو بقاو يتقداو الخضره بحال ما هكايا، فاش تقدات هي السيده الخضره تلفتات ما لقاتش الدري، يعني لقاتو زاد من حداها، ما تلاتوش عارفو واش هود ولا طلع. هودات البلاصه ديال الالعاب سميتو، ديال البلاصه فين تيلعب ما لقاتوش، يعني من ديك الساعه صافي السيده ولا طايشه، ما بقاتش عارفه راسها فين تعطي رجليها. مشات هودات للدار باش تجيب زعما راجلها ولا تعيط لشي واحد من خوتي، حيت ديك الساعه ما كانش هازه معاها التليفون. وفاش رجعات صافي عاد ديك الساعه باش سقطت انا الخبر، عيطوا لي من الخدمه، جيت طلعت لقينا كندورو هنايا والو، ما لقينا حتى شي حاجه. شحال ديال الوقت كنتوا كتقلبوا؟ وكنقلبوا من العصر حتى الخمسه الصباح، ومعانا السلطه المحليه ولي جوندارم وكل شيء، يعني كنقلبوا كاع المناطق اللي هنايا كاع درنا عليهم، وما لقينا ما لا شيء اثر لا حاجه. واخا مع الصباح لقاو واحد الجثه هنايا، وبقاو اخويا هاد الجثه اللي هنايا ديال الدري الصغير حتى هو نيت، ولكن ما شفناش. يعني حنا دابا اللي كنطلبوا هو هاد الجثه اللي جبدوه من هنايا، علاش ما خلوناش حنا نشوفوا؟ حنا ما غاديش نمسوا ما والو، يعني غادي غننتظروا غنشوفوا غير الوجه ديالو، شتو انا ولا شافوا الاب ديالو، ولا غادي نعرفوا انا ولا لا، ما كنتش كاع انا غادي نتاكد، نخلي الاب ديالو هو اللي غادي يعرف. حنا بغينا غنطمئنوا، حيتاش علاش راك عارف الوالدين ديالو فواحد الحاله والعائله كلها برصتينا بالتليفون، شنو واش كاين واش حنا هادشي هو اللي كنتمناو. دابا داو للسبيطار سميتو ديال المديوني وما خلاوناش باش نشوفو هنايا، قال لك الحقوا علينا تمايا ولا تسناو في الفريقات هنا في البريكاد هنا تنعيطوا لكم نقول لكم شنو كاين. مازال باقي متشبشين بان الدري ولدكم يكون مازال باقي حي؟ كنتمناو هادشي اللي كنتمناو، يعني الدري ما بغيناش يضيع من با، راك عارف الكبده ديالهم كيفاش ديال الدراري الصغار، هذا هو اللي كنتمناو حنايا. كاع الدراري هنايا صحابنا واللي ما كان اللي تنعرفو ولا ما تنعرفوش، عطيناهم تصاور بحال ما هكايا يبارطاجيوها هما بعضياتهم، نتمناو الخير من عند الله. هذا الشيء اللي كنتمناو. انتم من الساكنه ومن اقاربهم، يعني شنو درتوا البارح ملي سمعتوا هذا الخبر؟ ملي قلبنا ديك الساعه ما كانش عندنا تصوير، ولينا كنقلبوا اللي كنسولوا واش بالك بشي دري صغير، ما كاينش، عطيناش راس الخا كيبكتوا واحد ما داز صافي، حتى لديك 8 وكاك عاد شفت تصوير وبارطاجا في فيسبوك، بس زعما اللي شاف شي تصوير صافي بدينا كنقلبوا، كنعطي النمره اللي بان لي شي حاجه يتصل بينا ولا يمشي يدي للجامع ولا جوندارم صافي. من تما بدينا كنقلبوا، جينا عاوتاني من هذيك 10 الليل 11 حتى 12 بدينا كنقلبوا في بساتين وصينا العساسه كاملين، قلت لي كان شي حاجه راه الجامع قريب ولا شي جوندارم يديك لارو صافي. شويه باش يمشي نساعد ما بان لينا والو، تماك عاود رجعنا ما كاين حتى شي اخبار. واخا الصباح سمعتوا بان كاين جثه انا ديال الدري صغير، واش شفنا ولكن بغينا نشوفوا نتاكدوا واش كاينه ولا ما كاين، واش هو ولا ماشي هو، باش لما كنشوفوا نستمروا في البحث ماشي نبقاو قاعدين صافي راه هو ما عارفين واش هو ولا ماشي هو. انتم مازال تستمروا في البحث؟ باقي نستمروا في البحث، كاين اللي كيصوني عليه كيقول لك شي واحد اخر ماشي هو بالضبط، كيقول لك واحد الدري لقيناه ومني كنجيو نشوفوا التصوير كنلقاو ماشي هو. لا اللي كنطلبوه دابا هو غنشوفوا هاد التصويره ديالو، يعني غيخليونا غنشوفوا الوجه ديالو نعرفوا نتاكدوا حتى حنا باش نطمئنوا حتى حنايا، ما يخليوناش بحال ما هكايا مرهونين، ما حيلتنا الدار ما حيلتنا نقلبوا ما عرفناش. المهم جبدوا الجثه هنايا ولكن ما خلوناش باش نشوفوها. اللي كنتمناو دابا هو باش غيخليونا غنشوفوا الوجه ديالها باش نتاكدوا حتى حنايا، الا كان هو مات نعرفوا، الا كان باقي حي نبدا نقلبوا عليه. واخا كنشوفوا ان يعني واقفين يعني صامدين امنين بان يقدر الوليد ان شاء الله، هادشي اللي كنتمناو، يعني دري ما ماشي حيت الهضره ديالو باقي ما كيدويش، باش تجي تسول وتقول لي شنو سميتك ما كيدويش ما كينطقش بالهضره، يعني باقي صغير. هادشي اللي كنتمناو ويكون باقي عايش. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، يعني كما كتشوفوا تفاصيل يعني اختفاء طفل وغرق طفل، يعني لحد الساعه باقي ما متاكدينش من ان هذا الطفل اللي تم انتشال ديالو هذا الصباح هو نفس الطفل اللي مفقود، لكن بعده عوامل كتكون انها ما يمكن هو، لان التسن ديالو فهو صغير، الحجم ديال الطفل فهو كذلك صغير، فلحد الساعه يعني الوالدين مازال كينتظروا انهم يتاكدوا، كذلك الناس ديال الحي انهم مازال كيقلبوا ما كلوش، يعني مازال كيقلبوا على الطفل على امل انه ما يكونش نفس الطفل اللي غرق، لكن اللي احنا بالدور ديالنا فكنتمناو الرحمه والمغفره، وكنتمناو ان هذا الطفل هذا يكون اللي لقاوه هنايا غرق فهو يكون احد طيور الجنه، وكذلك كنتمناو العائله ديال هذا الشاب هذا عفوا هذا الطفل هذا يطمئنوا عليه، تنتمناو انه يكون
على قيد الحياه. كنتمنى انهم يلقاو، كنتمنى ان من الناس كذلك يحاولوا يعاونوهم في بارطاج ديال الصوره ديال هذا الطفل هذا. وكما كنقولوا الله لا يضيع اجر المحسنين.